هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل نثبت لله عز وجل اللسان فنقول القرآن كلام الله جاء على لسانه سبحانه؟ لا، هذا ما نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولم يرد إثبات اللسان لله. هذا يذكر أنه في تفسير سيد قط يقول على لسان الله، وهذا غلط، هذا غلط. نعم.